لهالدرجة مشتاق لها ولشوفتها ما فيك صبر؟ ما أدري شو أقول لك، مشاعري متلخبطة ومتناقضة، شوق على خوف، حزن على فرح، رفض على قبول. ما أدري، مو بقادر أرسالي على بر، مو بعرف أوصف مشاعري. روح لها بولا وشوك، وكأنك أنت اللي مفارقها مو بهي اللي مفارقتك طول هالسنين. روح لها وطرد كل الأفكار اللي بتكون حاجز بينك وبينها. ليش كنت ذابح نفسك وخانق أيامك بالسؤال طول هالسنين وتبي تعرف؟ هذه أنت الحين وصلت لها، باقي خطوة وتكون بين أحضانها. وطرد الخوف والكره والربط، واحضن الحب، القبول، الشوق وانت داخل عليها. هذه أمك. أمي اللي عمري ما شفتها ولا عشت معاها يوم. الله بيعطيك وبيعطيها طولة العمر، وبتشوفها وبتعيش معاها سنين وسنين. أنت أمي اللي ما كفيني أعيش معها العمر كله. أنت أم اللي زرعتي فيني الأمل في الحنان. الله يشهد أني ما حسيت في يوم طول هالسنين أنك أنت مو بولدي اللي شلته في بطني 9 شهور. بس صدقني، لو بتعيش يوم واحد مع أمك بتحس بالحنان والأمان اللي بتزرعهم في حياتك أكثر من اللي أنت حاس بيه الحين بألف مرة. حد طايل تكون عنده بدال الأم أمين يغلونه أكثر من أرواحهم ويقول له. أقول لك شيء؟ شنو هالشيء؟ صدقني هالشيء ما كنت مفكرة فيه من قبل، الحين خطر على بالي. إيش رأيك تقنع أمك نتاليا إنها تي وتعيش معانا هني؟ تعيش معنا هني؟ إيه، الحمد لله إحنا بخير ونعمة وما بنقصر معاها، لا هي ولا أخوك. وهي الحين ما عندها أحد في بلادها، هاي اللي فهمتها من اتصالاتها مع نواف. انتي من صدقك؟ انتي لو مفكرة في هالاقتراح زين كان ما قلتي تعيش معنا هني؟ اي هناك ما خلوها في حالها، نجيبها هني؟ نسلمها لهم بيدنا؟ أمك هني بتكون بأمان أكثر، وآخر شي بيفكرون فيه إن هي عايشة بينهم. يعني هاي السبب اللي خلاش تقترحين هي تعيش هني؟ العنود على طول انكرت وبينت إنها ما تعرف أي شيء عن موضوع الكاميرات. وانتي صدقتيها؟ طبعاً لا، واضطرت إني أتعامل معاها في أسئلتي وكلامي بخبث إلي ما تأكدت إن هي ورا هاللعبة. طبعاً ما بينت لها شيء. أشك إن أبوي يعرف شيء عن موضوع الكاميرات. إذا أنت تشكين أنا متأكد 100% إن أبوك ما يدري بهالسالفة وصايرة من ورا ظهره، وهذا الشيء اللي حاولت أقنع فيه مايد وشايع. مو بس كذي، حاولت أبعد التهمة حتى عن العنود مع أني كنت شاك فيها، علشان أسيطر على ردة فعلهم وما خليهم يتهورون. مايد واصل حده ومستعد يرتكب جريمة. إنزين، إذا العنود مستفيدة وقدرت بوجود الكاميرات توجه الضربة القاضية للثلاث، وبوي شلون عرف سر خيانتهم؟ أكيد العنود هي عطتها معلومات بس من غير ما تكشف له سر الكاميرات. بس أنا مستغربة هي شلون تورط نفسها الورطة وتدز لهم إيميلات مقاطع تسجيلات اللي في مكاتبهم وتفضح نفسها. احتمالين ما لهم ثالث، يا أن هالتسجيلات تسربت من العنود في غفلة منها وهي ما تدري وطاحت في ناس ما يرحمون وهي مو متجابة معاهم فعزموا يفضحونها ويضغطون عليها ويخوفونها أكثر، أو أن هالتسجيلات كانت عند واحد مشارك معاهم في اللعبة واختلف معاها وحاب ينتقم منها، ولأن عارف كل أسرار المجموعة يعرف زين أن تسريب مثل هالتسجيلات
شنو ممكن يسوي بالعنود؟ أرجوك يا فيصل لا تكمل. إحنا لازم نتحرك بأسرع وقت على موضوعي. الموضوع الأول، خلال هاليومين أنا لازم أضغط على أبوك وأقنعه أنه يصدر قرار بتعيين مايد نائب رئيس مجلس الإدارة علشان يلتهي بفرحته وينسى موضوع الكاميرات. والموضوع الثاني والأهم، لازم نواجه العنود بسالفة هالكاميرات ونجبرها تعترف أن هي اللي وراها علشان نعرف هالتسجيلات شنو فيها. لا تتعب نفسك، العنود مستحيل تعترف، خصوصا الحين عقب ما انكشفت سالفتها. أكيد بتحاول بذكائها الخبير أن تقط السالفة برأس أحد وتبعد الشبهة عن نفسها. السالفة أكبر من أنها تبعد الشبهة عن نفسها. العنود في ورطة كبيرة والأمور فلتت من إيدها، وهي محتاجة حد يوقف معاها ويطلعها من هالورطة. صدقني ما بتوصل معاها النتيجة. أنت ما تعرف العنود، العنود جبارة، مستحيل بين حق أحد إن هي مكسورة وعاجزة ومتورطة وما في يدها حيلة. تفتكر اللي سويناه بيجيب نتيجة ولا تأثير؟ ما أدري، بس هذه موعد اتصالنا اليومي، بنتصل وبنشوف بنجرب. شنو هاللي سويته يا الحقيقة؟ حقير مرة واحدة؟ ما توقعت منك. اسمعني يا النذل! انت اللي تتشبيت اسكتير تسمعين كلمة زيادة منك والله لا حرقك. انا لو نذل كان طرش لهم تسجيلات الكاميرا اللي في مكتبك، اللي انت مع حبيب القلب طروق قاعدين تطمشون عليهم وشمتانين فيهم علشان افضحك واكشف سرك ويعرفون من المركب الكاميرات في مكاتبهم. لكن انا للحين مو بنذل ولا حقير، لكن أقسم بالله إذا نسيتي نفسك أو تهورتي معي أنا بالذات لا أروج حقارتي ونذالتي على أصول. أنت إيش تبغي مني الحين؟ أبغيك تشوفي التسجيل الأخير اللي طرشت لك واللي ما شفتي ليلة الحين، وأكيد بعد ما شفتي من قبل ولا تعرفين عنه أي شيء. الظاهر أنه مو من ضمن التسجيلات اللي عندك. هذه آخر ما نزل السوق، إنتاج جديد، فيلم الموسم، بطولة النجمين العملاقين عبد العزيز اللهوب وناصر بن ناصر. بس سامحيني، ما طرشت الفيلم كامل، طرشت الجزء الأول منه، والجزء الثاني بحتفظ فيه مؤقتا. نصيحة، شوفي ولا تفوتين السهرة. وعقبها لنا كلام ثاني، واعتبارا من هاللحظة الموبايلين اللي طرشتهم لج ما يفرقونش دقيقة واحدة، لأني ممكن أتصلك في أي وقت. باي يا حلوة. Ha 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 ha